اسمي هشام، ساكن الدار بوعزة. الضيعة كتواجد في دار بوعزة قرب واد مرزق. حول اللي لقيت فيها الكيلو، كاين الناس اللي كيقول لك لا انا باغي ناخذ الكيلو باش نكون مقتنع بديك الاضحية اللي غادي ندي، وكاين الناس اللي كيقول لك لا انا ما كناخذش بالكيلو، كناخذ معينة حتى هو كنبيعوا ليه بمعينة. هي من الاحسن بنادم يمشي للكيلو، كيكون قطينا اقتناع من طرفين، كيشوف تا هو داك الثمن لا مناسب وراه كيقضي الغرض، ما مناسبوش هذاك الثمن كيقول لك لا بزاف عليا، باغي شي حاجه صغار ولا اكبر منه. وعاود ثاني المعينه كي حتى كيتراضى الطرفين، كل واحد خصو يمشي بخاطره. الناس كيرضاو بالثمن ديال الكيلو ولا دابا في هذا الوقت؟ غالبا الناس اللي كيمشيو للكيلو كيبان ليا راضيين اكثر من اللي كيبيعوا شي مع غير معينه. كيقول لك الثمن بزاف، وسيرتو هذا العام الثمن زيد شويه على العام اللي فات. كاينين الناس اللي مدخلين الحواله ديال السبليون، ولكن السلعه ديال البلاد على اقبال على السلعه المستورده. الفرق ديال البلاد راه كاينه الجوده، السلعه ديال البلاد ماشي هي السلعه المستورده. ريولا كاينه السردي وكاينه البرقيه تيم حضيت، كاين اقبال عليهم بجوج تقريبا نفس الجوده. قل تساقط الامطار، الجفاف تقريبا 3 سنين دابا متابعه، والله يحسن العوال الجامع على اللي كيشري ولا اللي كيبيع. اللي كيبيع كيقول لك الثمن ما مقنعنيش، واللي كيشري كيقول لك الثمن طالع. الثمن ديال العرف دابا كيتراوح ما بين 5 دراهم و7 دراهم الكيلو. العامات اللي دازو كان ما بين 3 دراهم ونص 5 دراهم. دابا غالبا بحال مثلا الفول الذرة كيمشي حتى 10 دراهم حتى 12 درهم الكيلو. حولي دابا البدريه الخروف كيف كنقولوا ود العام تقريبا كيمشي لك حتى ل 15 درهم في النهار. الحولي الثني والفوق كيمشي لك حتى ل 25 درهم اللي كياكل في النهار. العامات اللي داز الاقبال ما كاينش اقبال بحال العام اللي داز، غالبا الناس كيجي متيمن بزاف كيمشي. الرساله اللي بغي نقول للناس، كلشي غادي يعيب، حتى واحد ما يبقى بلا عيب. غير بنادم ملي كيمشي مثلا غياخذ ديك الاضحيه خاصو يمشي على الاستطاعه ديالو، مثلا عنده هو 3000 درهم ولا 3500 درهم في جيبو، كيمشي عند الكساب كيقول ليه كيشوف حولي مثلا ديال 7000 درهم، وهو عنده غير ديك القدره الشرائيه ديالو 3000 ولا 3500 درهم، وكيمشي لحولي مثلا ديال 7000 درهم وكيغلط مع تا ناس اخرين كيقول ليهم بزاف، ما كيمشيش هو على داكشي باش غيقتني هو ديك الاضحيه. كيخلي مثلا الاضحيه ديال 3000 ولا 3500 راه باينه، وكيمشي لحولي اللي كبير وباغي يدي ب 3000 ولا 3500، وهذيك 3500 داك الفلاح عام مثلا هذيك 12 شهر واكل فيه اكثر من هذيك 3500. الله يحفظك الشيء اللي بغينا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.